الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. النهارده بقى فيديو مشتريات، اشتريت شويه حاجات كده لشهر رمضان وعايزه اوريها لكم. بس بصراحه المشتريات دي مشترياها بصراحه قبل الحظر، لان انا من ساعه الحظر وانا ما شفتش الشارع خالص. نزلت بس جبت شويه طلبات كده للبيت وروحت بسرعه جدا. لكن المشتريات اللي انتوا هتشوفوها معايا ديت كنت مشترياها قبل كده. اشتريتها امتى؟ اشتريتها في اليوم اللي انا صورت لكم فيه المحل اللي انا كنت فيه في درب البرابرة، تمام كده؟ يعني من حوالي كده نقول شهر او 3 اسابيع، مش فاكرة قوي، بس هم بقالهم فترة طويلة. كنت مستنية اكمل عليهم شوية حاجات تاني عشان خاطر نزين كده البيت ونخليه شكله حلو على شهر رمضان، لكن للأسف مش عارفة انزل. فكان لازم ان انا اوريكم المشتريات بصراحة، لاني متعودة كل ما اجيب حاجة اوريها لكم، وبقالهم كتير قوي عندي وانا بصراحة هتجنن واوريها لكم. يلا بينا نشوفها، اوريكم المشتريات اشتريت ايه وكمان الحاجات اللي انا جبتها. طبعا لو انت الاول مره بتتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات، وطبعا حبايب قلبي ما تنسيش اللايك بتاعك. يلا بينا نبدا على طول. بصي الكيس دوت كده فيه 10، مش في 10، لا هو ب 10 جنيه. في 5 اشكال او في تقريبا 3 اشكال، مش عارفه انا هفتحه معاكم لاني ما فتحتوش. بصي كل حاجه انا هشوفها معاكم بصراحه. يعني في ايه؟ في الاشكال اللي هي بتاعت رمضان ديت اللي انت تقدري تزيني بيها المطبخ، اوضه الاطفال، الريسبشن عندك، حاجات كده رمضانيه بتحسسك فعلا بجو رمضان. بصوا ده عم شكشك، طبعا فاكرينه طبعا، يعني انا من الجيل بتاعكم لسه، يعني لسه طازه كده. فدوت عم شكشك، شكله كده هتقدري تحطيه كده او تحطيه كده، دي اول حاجه. وده عم فؤاد، بقى فاكرين بقى عم فؤاد والحلقات اللي كانت بتيجي زمان؟ طبعا احنا مفتقدين الحاجات دي دلوقتي خالص. ده كده شكله اهو، دول الاتنين دول صغيرين. بصي فيهم من هنا فتحة كده تقدري اللي انت تعلقي فيه، تعلقي منها. وفي دوت بقى بكار بس مساحته كبيرة شوية عن دوت، يعني هو تقريبا كده 3 كبار واتنين صغيرين، يعني الباكت فيه 5 ب10 جنيه. ده بكار بقى بكف رقيق وصغير زي ما انتوا شايفين كده، بس مساحته كبيرة، يعني ممكن تحطيه على باب التلاجة، تلزقيه كده بدبل فيس، او تحطيه على الدولاب عند الولاد، يعني كده شغلي نفسك اكيد يعني. ومش شرط تروحي درب البرابر، اكيد ممكن يكون بيتباع جنب البيت عندك. في برضو دوت عم شكشك زي الصغير بس كبير بقى ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده اهي. وفي هنا بوجي، كان نفسي يبقى في طمطم عشان يبقى بوجي وطمطم الاثنين مع بعض، لكن للاسف مفيش غير بوجي واحد بس. طبعا ولادي اصلا ما يعرفوش مين الشخصيات ديت، ما يعرفوهمش اصلا، يعني ما يعرفوش زي ولادكم بالظبط. يعني تعالي معايا كده نشوف انا جبت ايه تاني. جبت طبلة، جبت طبلة ليوسف والمكة مسحراتي بقى وكده وشغل رمضان، يعني الطبلة دي عاملة 5 جنيه. جبت واحدة المكة وجبت واحدة ليوسف. في الكبيرة شوية ب10 جنيه، بس انا فضلت اللي هي تبقى صغيرة كده، اصل هم مش هيستعملوها في حاجة. يعني جبت 2. جبت ايه تاني؟ جبت هوريكم دلوقتي. بصوا جبت المفرش دوت، طبعا اصلا رمضان ما يحلاش غير لما يكون في زينه في البيت. الاول كنا بنزين الشارع ونعمل بقى فانوس كبير ونعلقه كده في وسط البيوت، او نعمل كعبه او نعمل مسجد، لكن افتقدنا بقى الموضوع دوت، ومحدش بقى يعلق في الشارع، كله بقى يعلق في البيت عنده. بتجيبي فرع كده تعلقيه في البيت، بتحسسي الولاد بجو رمضان. بتجيبي فرع نور صغير كده وتعلقيه، بجد الحاجات دي فعلا هي اللي بتحسسك بجو رمضان. لكن تعالي بقى لو فكرت كده في جو رمضان اللي هو بتاع زمان، اللي انت بتشوفيه في عيون الناس، وزينة رمضان واللمض، وتلم فلوس من جارك ده، والعمارة ديت تلم من العمارة دي، ويعملوا فرع نور كده ويبقى روايح رمضان. مفيش الايام ديت خالص، معرفش انتوا كمان زي كده ولا لا، يمكن عشان انا ساكنة مفيش حد قدامي فما بنعلقش. يعني دي كده مفرش، بص مساحته 70 في 70، ده كده المساحة بتاعته. دوت بقى المفرش دوت فيه دلاية من هنا اهو، كل النواحي فيه دلاية، يعني متدلدل منه حاجات. ممكن تحطيه على ترابيزة، ترابيزة السفرة مثلا، ترابيزة الريسبشن مثلا بتاعة الانتريه، او تعلقيه كتابلو في الحيطة. انا بقى
جايباه علشان خاطر زي ما بقولك كده هعلقه على الحيطة، هيبقى شكله حلو قوي. ده سعره 35 جنيه، مساحته 70 في 70، فيلم اللي هي مساحته كبيرة تقريبا متر في متر ونص، ده عامل 100 جنيه. انا جبت الشكل دوت اللي هو شكل فطوطة وبكار والكبير قوي وبوجي وطمطم وكمان عمو فؤاد، ومكتوب فوق من هنا رمضان كريم زي ما انت شايفه، بيديك الايحاء شويه بتاع شهر رمضان. جبت كمان واحد تاني بس مختلف شويه، بصي ده انا معجبه بيه اكتر واحد بصراحه، عجبني، حاساه اللي هو رقيق كده ما فيهوش شغل كتير، وحاساها يعني جو رمضان اكتر كده. بصوا الحاجات اللي هي بتبقى بسيطه دي بتبقى حلوه قوي. هنا في بكار، وهنا كده عاملين لك زي كوبايات كده وحاطين لك تمر وفانوس، والبوابه بتاعت المسجد، وفوق من هنا كده فرع نور وفرع فوانيس، شكله حلو جدا جدا جدا. كمان عاجبني قوي اللون اللي هو السماوي دوت، اللون السماوي اللي هو الهادي ده، سعره نفس السعر التاني. طيب هتحطيه ازاي يا هبه؟ زي ما بقول لك كده كمفرش، او هتعمليه تعلقيه في الحيطه كده بال يعني بلزق من هنا كده، او بحته شمع من هنا، هيبقى شكله حلو قوي كطابلو في الحيطه. سعره برده زي التاني بالظبط، سعره 35 جنيه. جبت بقى المخدات ديت، المخدات دي حلوه قوي، هطلعها من الاكياس واوريها لك عشان خاطر تبقى شكلها باينه قدامك. بص كده ديت شكل كده الاكياس المخده، هي قماشها اللي هو الستان شويه. بعد ما اشتريتهم لقيت بيتباع من نفس الخامه دي اكياس مخدات، بس بقى خلاص كنت اشتريت فقلت مش مشكله بقى خلاص، يعني قدر الله ما شاء الله. اللي هي قماشه القطن ب25، اما القماشه اللي هي الستان دي شويه كده سعرها 15 جنيه. جبت 4، ده كده الشكل، بصي شكلها حلو قوي. حاولت ان انا انسق كده الالوان شويه، ما يبقاش فيه الوان كتير بتزغلي للعين، وبحس ان انا الموضوع اوفر شويه. الالوان اللي بتبقى هاديه دي بتبقى حلوه قوي. جبت كمان الشكل دوت، بصي شكل حلو قوي عجبني برضو. وجبت كمان الشكل دوت كده اللي هو بتاع ام بي سي مصر، ولادي بيحبوه قوي لما بيجي كده ساعه ام بي سي مصر، وفي اخر رمضان بقى بيستحمى وكده يعني لزوم العيد وكده. لقيت شكلها حلو وكمان يعني هاديه مش زحمه قوي. وجبت كمان الشكل دوت، كل واحد سعره 15 جنيه، يعني جبت الاربعه عاملين 60 جنيه. بس للاسف مش عارفه اجيب مخدات مش عارفة انزل اجيب مخدات، وبحاول اشوف حد جنبي كده يكون بيبيع مخدات اللي هي او انا اشتري مثلا الفايبر واعمله انا في البيت، مش لاقي حد ومش عارفة انزل. فربنا يسهل، لو لنا نصيب هحطهم مخدات، ماليش نصيب ممكن افرشهم كمفارش كده. دوت برضو بتاع ام بي سي مصر، بس عايز يكوي، بصي شكله برضو رقيق كده والالوان كلها متناسقة مع بعضيها، مش حاسة في حاجة اوفر يعني. جبت كمان ايه؟ جبت كمان الفرع اللي هو الزينه اللي هي المثلثات ديت، معرفش انتوا هتبقوا عارفينها ولا لا، بس اكيد عارفينها يعني. الكيس دوت ب 10 جنيه في 5 متر، بصي اللي هي الفرع دي اللي كانت زمان بتتعلق في الشارع، قلت اعلقها كده في المطبخ او اعلقها في الشقه، بتدي جو حلو قوي وبتديكي فعلا الايحاء بتاع شهر رمضان. ده كده الكيس جاهز على بعضه، سعره 10 جنيه في 5 متر. جبت كيسين، جبت الكيس ده وجبت الكيس ده، حاولت ان انا اجيبهم زي بعض عشان لو حطيتهم الاثنين في مكان واحد يبقوا مكملين بعض. بصوا بقى لزوم شهر رمضان يعني، ما انا لازم ادلع نفسي يعني، هدلع البيت وما ادلعش نفسي؟ لا طبعا، يبقى حرام عليا، لازم ادلع نفسي. جبت كمان المريله ديت، مريله المطبخ، قولوا لي بقى رايكم فيها ايه، عشان بجد كان في اشكال كتير قوي وكنت محتاره اجيب اني شكل. جبت المريله دي، بصوا شكلها حلو قوي عجبني، الخامه بتاعتها كويسه جدا من جوه، من هنا مشمع يعني مش هتبل هدومك ولا اي حاجه. في النص سفنجه، سعرها تقريبا 35 ل 30، انا مش فاكره قوي يعني فرق الخمسة جنيه دي، انا مش فاكريها. مكتوب عليها من هنا رمضان كريم، ومحطوط عليها المدفع وشكل الهلال، وعليها كده كمسحراتي يعني،
شكلها حلو قوي، وكمان لما لبستها شكلها حلو قوي، لما تقفي كده في المطبخ بتعملي سحور، بتعملي فطار، بتحضري حاجه شكلها حلو جدا جدا في اللبس. في اشكال كتير قوي. جايبه الحاجات دي منين؟ جايبه معظمها من درب البرابره ومعظمها من الخياميه. الخياميه فين يا هبه؟ الخياميه هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف بس بتاع السنه اللي فاتت، لان احنا مش عارفين ننزل خالص نجيب اي حاجه. جبت كمان فرع النور دوت، فرع النور دوت اللي هو الفوانيس اللي انت شايفاها ديت. بصي معرفش هو مساحته قد ايه، بس هو قال لي كبير يعني، فقلت هعلقه الا على فوق ترابيزه السفره. طبعا انتوا هتشوفوا معايا كل الحاجات ديت. تعالوا معايا بقى نشغله ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. بصي ده كده شكله بيدي انوار كده احمر واخضر مع بعض بالشكل دوت كده. طبعا لما يتفرد بيدي شكل حلو جدا على الحيطه، سواء انت مثلا هتحطيه على حاجه او هتحطيه كده، يعني على حسب بقى انت وذوقك. طبعا احنا جبت بقى 3 ملايات، لان انا متعوده بصراحه ما ينفعش يجي شهر رمضان او يجي عليا العيد من غير ما اكون فرشه ملايه جديده على السرير. طبعا انت وتعودك، يعني في ناس متعوده اللي هي ما ينفعش يدخل عليها رمضان غير لما تبقى جايبه جدة جديدة، جايبة حاجة جديدة في الشقة، يعني عارفة لو حاجة بسيطة كده بتغيري المود بتاعك انت من جوه، بتخليك انت نفسيتك مستريحة اكتر من الاول بكتير. فاشتريت الثلاث ملايات دول، مش غاليين ولا اي حاجة، حاسة لسعرهم هادي، يعني الواحدة ب 80 جنيه، فسعرها يعتبر مناسب جدا. جبت التلاتة سرير كبير، يعني ينفعوا لأوضة النوم، ينفعوا في أوضة الأطفال. ما حبيتش ان انا اجيب حاجة أطفال ويبقوا الاتنين لون بعض، لان انتوا عارفين السرير اللي عندي دورين، فما حبيتش كده. لو انت حابة بيبيعوا الاتنين مع بعض سعرهم 100 جنيه، اللي هي الملاية الصغيرة. بصي بقى ديت الملاية دي 5 قطع زي ما بقولك كده، سعرها 80 جنيه. طبعا دي كلها المخدات، جاي معاها 2 خدادية واتنين مخدة كبيرة، ودي الملاية. طبعا والله العظيم انا لسه هفتحها دلوقتي معاكم، هو الكيس بس بتاعها اللي اتقطع، لكن انا ما فتحتهاش ولا شفتها، لسه اول مرة جايباها بقالها كتير قوي، بس انا ما حبيتش ان انا افتحها غير معاكم انتوا. بص انا هفتحها كده اكني فرشها على السرير ونشوف مع بعض شكلها يبقى عامل ازاي. بصوا هي لونها تحس اللي هو مدي على زيتوني شويه في رمادي، لكن شكلها حلو قوي، عجباني كده، حاسه اللي هي هتبقى رايقه قوي في اوضه النوم وشكلها هيبقى مناسب. يعني بصوا المفروض كنت جبت واحده تانية علشان خاطر اشيل مثلا 2 للعيد و2 لرمضان، بس الفلوس ساعتها معايا قصرت، فعشان كده جبت 3 بس. تعالي بقى نشوف الملايه الثانيه ديت ونشوفها مع بعض وتقولوا لي اني واحده اللي احلى فيهم. انا حاسه ان هما الثلاثه حلوين ما شاء الله، بس طبعا بيبقى اذواق طبعا، يعني والالوان على حسب انت بقى ما بتكوني حابه الالوان. بص دي كده الماركه اللي هي بتاعت الملايات اللي هي العمريه. طبعا العمريه حلوه قوي، هي والمجد، المجد ولا ايه مش فاكره، الملايات الثانيه اللي انا كنت جايباها مش فاكره، مجد تقريبا. بصي شكلها عامل ازاي. طبعا الخامه دي انا جبتها قبل كده وجربتها، عشان كده مش بتكش ولا بيحصل لها اي حاجه خالص. بصي دي شكلها حلو قوي قوي قوي، اللون اللي هو اللبني دوت مع الازرق مدي شكل حلو جدا جدا جدا، منطق كده وهينطق السرير ويبقى شكله حلو قوي. بصوا شكلها حلو ازاي. منين جايباها؟ من الغوريه. كنت مره في المغربلين وقعدت امشي كده، امشي مع نفسي لحد ما وصلت لبوابه المتولي. طبعا اللي ساكنين طبعا قريبين مني اكيد هيبقوا عارفين بوابه المتولي والغوريه والدرب الاحمر وكده. لحد ما وصلت للغوريه ورحت بقى ايه داخله كده متالقه وجبت الثلاث ملايات دول. والله ما كنت رايحه عشان الملايات، انا كنت رايحه اتمشى كده عادي لاني زهقانه، لقيت نفسي بسأل على الفوط ورحت اشتريت ملايات. سبحان الله ربنا بعتني للراجل عشان اشتري منه. ربنا بيسبب الاسباب والله. بصوا برضو ديت كده هوريها لكم، طبعا هي 5 قطع. دي برضو حاسه ان لونها فاقع قوي، بس حلوه هي شغاله برضو. لو انت بقى عايزه تفصلي، قبل كده سالت على متر التفصيل، المتر عامل 18 جنيه، فانا حاسه وهتجيبي 5 متر، يعني 5 متر في 18 هيقطع معاكي نفس حق الملايه بالظبط غير تفصيل الراجل، فانا حسيت اللي كده بيبقى احسن كده كمان. يعني بصوا كده دي شكلها برضو،
قولولي بقى انهي ملاية الاحلى، الاولانية ولا التانية ولا التالتة؟ يلا عشان انا بحب فعلا رأيكم وبحب اخد رأيكم في كل حاجة. طبعا ان شاء الله باذن الله، بس الدنيا تروق كده وتهدى وهروح اصور لكم الشارع اللي هو اصلا بتاع المفروشات اللي هو في جامع البنات باذن الله. ان شاء الله عايزه اروح اصور لكم الشارع كله، مش محل معين لكن هصور لكم الشارع لاني بتسال كتير قوي عن الموضوع ده. بس كده ده فيديو المشتريات اللي انا اشتريته والحاجات اللي انا اشتريتها. يا رب تعجبكم زي ما هي عجباني كده، وحاولي تفرحي نفسك بحاجه بسيطه جدا. يعني عارفه لو جبتي مثلا فانوس صغير كده بس بينور وحطيتيه كده قبل رمضان بيومين ثلاثه، تحسي بس بجو رمضان. تفرحي الولاد كده وتجيبي لهم الزينه اللي هي الورق ديت. والله مش شرط تروحي العتبه او تروحي مكان يكون بيبيع الحاجات دي، جنبك في السوق وانت بتشتري الخضار هتلاقيهم بيبيعوا لان ده الموسم بتاعهم. ففرحي ولادك كده بحاجه بسيطه، زين لهم الدنيا كده. عندك حاجات من السنه اللي فاتت طلعيها وفرشيها كده، خلي الواحد كده يحس ببهجه رمضان كفايه اللي احنا فيه. بس كده بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات في الدنيا دي كلها. ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وسلام.